مامي انا عايزه اجيب الكريم الجديد اللي بيقولوا عليه. كريم ايه ده يا بنت؟ اهو اعلانه في التلفزيون. هي يا جماعه ده كريم مرطب للبشره ومزيل للهالات السوداء والنفوس السوداء. انا جربت الكريم وطلع جميل خالص. اي والله شفتي يا مامي انا عايزه اجيبه النهارده، انا كل اصحابي هيجيبوه. لا يا بنت احنا هنجيب اي حاجه كده من بتوع الاعلانات. هي يا مامي ده مش اي كريم، ده كل القنوات بتتكلم عنه. ادي الموديل بتاعتنا وهنجرب عليها المنتج كده. يلا يا حبيبتي، وامين جدا على الاطفال برضو. بصوا جميل. يلا يا حبيبي. طب وعامل كام ده يا بنت؟ ده 300 جنيه بس، بيقولوا حلو قوي يا مامي. لا بس 300 جنيه غالي برضو. ولا اقول لك هاتيه هو الغالي ثمنه فيه. انا مش عارفه ايه اللي حصل لوشي، ما كان زي الفل. دي اخرة اللي يمشي وراكي يا بنت الجزمه. هو انا كنت اعرف منين يا مامي؟ يا حزني على وشك اللي فات يا ام العيال.